مرحبا يا البنات، واش حوالكم؟ صليو على النبي عليه الصلاه والسلام. جبت لكم وصفه جديده كما العاده. هذه الوصفه جزائريه 100%. هذه الوصفه قديمه تاع بكري، كبرنا والامهات تاعنا كانوا يديروها لنا في صغرنا. ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم باه تطلع القناه بالمحبه نتاعكم. ما تنساوش تكتبوا لي ارائكم في التعليقات لكان عجبتكم الوصفه. ودرك نبداو في الوصفه على بركه الله. هنا حطيت زوج عظام، غرف فارينة خلطهم مليح، حطيت شوية حليب وحركت، حطيت مغرف كبيرة سكر وقرصة ملح. هنا قصيت الخبز بهذه الطريقة بالشكل هذا. تاخذوا يا البنات تستعملوا خبز يابس ولا خبز بيت عندكم. نحط الخبز هذاك في الخليط اللي خدمته تاع العظام والحليب. زدت حطيت الثاني، بقاو كيما هكا تغطسوهم حتى تخلصوهم بكل. بعد ما غمستهم بكل في العظام والحليب، جبت مقلة حطيت فيها شوية زيت وحطيت الخبز هذاك فيها باه يتقلى. نبقى هكا نعس فيهم، نعسهم اذا طابوا من التحت، وكي طيبوا من التحت نقلبهم باه يزيدوا يطيبوا من الفوق. هنا هاهم كيفاه طابوا من التحت، رحت قلبتهم كيما قلت لكم قبل. هاك الوصفه هذه يا البنات سهله بزاف وما تديش من وقتكم، في نفس الوقت تجيب لينا بزاف. هنا هذا هو شكلها بعد ما طابت. درك نحطها في نغمسها في السكر. ها زدت غمست الثانيه كيما هكا. نبقى هكا نغمسهم بكل حتى نخلص اللي درتهم كامل. هذه الوصفة قديمة بزاف تاع بكري، تاع جدودنا تاع بكري. الوصفة هذه سهلة واقتصادية، تاكلوها مع القهوة في العشية. وهذا هو شكلها النهائي بعد ما قليتها وحطيتها في السكر. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم الوصفة. ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم، وتكتبوا لي في التعليقات واش حابين ندير لكم وصفات جديده لانه رايكم يهمني. ودمتم في رعايه الله، ابقوا على خير.